نظام التابلت الشهير اللي طبعا كلنا عارفينه، وبالنسبة اللي ما يعرفوش فهو أكيد سمع عنه. طلع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بيأكد جدا على نجاح النظام ده وقد ايه الطلاب استوعبوه، وبقى يا سلام على نسب النجاح العالية. وعلى فكرة السنة دي تالت سنة يتطبق النظام ده والطلاب يمتحنوا بالتابلت، وبرضو تالت سنة بتأكد على فشل النظام. لما نظام التابلت اتطبق سنة 2017-2018 كان في تخوف كبير جدا من الطلاب، وإنها حاجة غريبة وجديدة عليهم، وبرضو تخوف من أولياء الأمور على أولادهم، خصوصا أن النظام اتطبق على طلاب المرحلة الثانوي اللي هم قعدوا 9 سنين في مسيرتهم التعليمية بيذاكروا من كتاب المدرسة، وفي آخر السنة بيمتحنوا بالورقة والقلم. وطلع خبراء التعليم في مصر وبينوا قد إيه هم مستائين من تطبيق النظام ده عندنا هنا، وكان الاقتراح ان النظام ده يتطبق على الاطفال او الطلبة بتوع كيجي علشان يبدأوا مسيرتهم التعليمية بالنظام الجديد ثم الاجيال اللي بعدهم. وكمان خبراء التعليم في مصر وصفوا الوزارة بانها وزارة تناقض، لانها وزعت التابلت مع وجود كتاب المدرسة اللي احنا اصلا طبقنا نظام التابلت علشان طباعة الكتب بتكلفنا ملايين الملايين كل سنة، زائد بنك المعرفة اللي في التابلت، زائد الكتب الخارجية. يعني أنا كطالب أصلا بحتاس من وجود كتاب المدرسة بس، وفي الآخر بمتحن بورقة وقلم، وأنا كنت ناقص كل ده. دولة الكويت الشقيقة سنة 2010 قررت إن هي تطور التعليم عندها وإن هي تحصل الدول المتقدمة في التعليم، فقالت نعمل إيه نعمل إيه، بس إحنا نطبق نظام التابلت. راحت صرفة مكلفة وجايبة أجهزة ووزعتها على الطلاب، لكن المشروع اللي استمر 3 سنين وقف لأنه أثبت فشله بجدارة. وده ليه؟ لسوء تدريب وتأهيل الطلاب والمدرسين على النظام الجديد. تروح حبيبتنا مصر سنة 2013-2014 تطرح نظام التابلت. فكنت فاضي وما عنديش حاجة، قلت أجي بقى أشوف قصة التطوير دي معاكم في التعليم. ويتطبق، وده في عهد الوزير الأسبق محمد أبو النصر. شوفوا يا جماعة، الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم في منتهى الخطورة، والموضوع بقى عاجل جدا. وتم تطبيق النظام دوت في المحافظات الحدودية اللي هما شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان ومرسى مطروح، وكان بالمناسبة اسمه إنار. وطبعا مش قادر أقول لكم النظام فشل إزاي. وقبل دخول الامتحانات أمرت الوزارة بطباعة الكتب وطباعة الامتحانات الورقية زي كل سنة، وده طبعا ليه؟ بسبب سوء الإدارة وفشلهم في تعليم وتأهيل الطلاب والمدرسين على النظام الجديد. طب وكان لازمتها إيه من الأول؟ أنتوا طبعا عارفين إن احنا ترتيبنا في التعليم 139 من إجمالي 140 دولة، يعني المركز قبل الأخير، ومفيش بعدينا غير غينيا بس. يجي بقى بعديها ب4 سنين الوزير الدكتور طارق شوقي يطرح الفكرة مرة تانية وتتنفذ بعدها بسنة، مع طمأنة أولياء الأمور إن المشاكل اللي حصلت قبل كده مش هتتكرر تاني، وإن الامتحانات هتتعمل على أعلى مستوى، وكلام كتير جدا زي الفل. لكن السنة اللي فاتت والسنة دي حصلت مهزلة من العيار التقيل، وحصلت كوارث وخيبة عالمية. خد عندك يا سيدي، النور قطع في المدارس والعيال قاعدة بتمتحن، النت فصل في المدارس والعيال قاعدة بتمتحن، المنصة هنجت والعيال مش عارفين حتى يدخلوا علشان يحطوا الكود بتاعهم ويمتحنوا. والجميل في الموضوع ان ولا الطلاب عندهم حل، ولا المدرسين عندهم حل، ولا حتى فريق الاي تي اللي موجود في المدارس اللي مسؤول عن التابلت. يعني الوزارة قالت ايه؟ احنا نعمل الامتحانات كده ورزقي ورزقك على الله. طيب ما دام احنا مش مستعدين، طبقنا النظام ليه؟ وانا هدفي ان احنا نحافظ على المركز ده وما نخليش غينيا تسبقنا ابدا. ايوه ده ودود يا فندم. ما دام ما عرفناش ندرب ونأهل الطلاب والمدرسين على النظام، عملنا ليه؟ ولا حتى المنصه مجهزه ان يمتحن عليها الكم ده من الطلاب في جميع انحاء الجمهوريه من غير ما تهنج، ولا النت يفصل، ولا الشبكه تقع، ولا حتى المدرسين عارفين يتعاملوا مع التابلت، لدرجه ان في مدرسين بيستعينوا ويستشيروا بالطلاب علشان يفهموهم حاجات على التابلت. تفضل تذاكر طول الليل وتتعب وتتوتر وتنزل المدرسة الصبح وتيجي تكتب الكود بتاعك علشان يدخلك على الموقع وتمتحن، يقولك ما انت جوه اصلا بتمتحن. قال له طب انا دلوقتي عايز اعرف حاجة، الطالب اللي هو بيمتحن بقية الاسئلة ما حملوش عنده على الصفحة ومعرفش يجاوب، ده مصيره ايه؟
ولا الطالبة اللي بعد ما خلصت الامتحان وجاية تسلمه عمال يقول لها ايرور ومهنج؟ دي مصيرها ايه؟ مشاكل كتير حصلت من النظام ده السنة اللي فاتت والسنة دي، بس الوزارة لسه ماشية في نفس طريقها وانه نظام ناجح واحنا بنطور نفسنا في التعليم وان التعليم هو ما يميز الشعوب. حضرتك عايز تطور التعليم، حقك طبعا. ايه اهم مشاكل بتواجهك في المدرسة؟ طور لنا المناهج، شلنا الدش والكلام اللي ملوش لازمة وعدل المناهج، ابننا مدارس. ما احنا بقى ايه، ندي الولاد بقى جمعة وسبت اجازة والخميس نص يوم ونكربسهم كلهم الايام الدراسية من الحد للخميس ونقول الدنيا زحمة. بدل المدارس اللي فيها فصول بيوصل فيها عدد الطلاب لستين عيل. خطة التطوير الجديدة المدارس بقت 24 ساعة 24/7. عارف ماكدونالد؟ ايه؟ شيفتات. اعمل رقابة على المدرسين بدل ما يستغلوا الطلاب في الدروس الخصوصية. دخل لنا أنشطة رياضية المدارس وهو منك تساعدنا وتدخل لنا الرياضة في حياتنا. اعمل حصص علاج نفسي للطلاب اللي كتير منهم تعبان نفسيا وساعدهم، مش تيجي تقول لي تابلت وما تابلتش. ولا انتوا عايزين غنيه تسبقنا؟ لا ما تقولش كده. لا انتوا عايزين غنيه تسبقنا واحبطوني، شكلكم محبط. ما يقدرش يا استاذ سيد حد يسبقني.